كنت ساقة الحريقة دي كنت شغالة مع الدكتورة زهراء قريبتنا. كنت شغالة مع تمرجية. كنت شغالة وفوجئنا لقينا الواد جاي لنا محرق وبيقول الحياة يا أم النار قادت فينا، اللي هو السيد اللي في أولى ثانوي. رحنا كان حلو كان حلو كان حلو. قال لأبوه هات لي 36 سندوتش أنا جعان أنا عايز آكل. بس وبعد كده بقى جيتوا رحت. فاكره انت تفاصيل الحادث؟ ايوه انا كنت بترمخ في الارض. كانوا بياخدوني بعيد عنك في الانعاش بديني زهول واخش الانعاش. هم ماتوا كلهم في يعني اتنقلوا للمستشفى؟ حلو. راح المستشفى وبين العيل والعيل ساعه ونص. ساعه ونص يتكل على الله يموت. كلهم طلعوا في جنازه واحده بالطابور كده زي طابور الجمعيه. 7 3 نسوان والاربع اولاد. صعبة يا حاجة. أنا عامل إيه طيب؟ نصيبي نصيبي، بس دول يريحوني. ما هم دول ريحوني هبقى حلو. ده بيموتوني بالبطيء. وأنا قلت الكلام ده أول إمبارح وبتصوت وأشد في شعري وبهدل نفسي. بيعملوا إيه معاك؟ ما بيسمعوش كلام. مش حلوين ولا نضاف ولا بيسمعوا كلام. يعني أنت شايف الحنية كانت في الأربعة اللي ماتوا؟ أيوه ما لقيش ابدا زيهم في الجنه. اتابيهم كانوا حلوين ان هو ياخدهم. انت شايفه ان الموت بياخد الحلو؟ ايوه. كان بالبصه كده والله يفهم. الاستاذ احمد هيشرب ايه؟ الاستاذ حسن هيشرب ايه؟ ام محمد هتشرب ايه؟ ام سيد هتشرب ايه؟ بالبصه. انما دول ما شاء الله كان حد منهم كان في ثانوي عام. ايوه سيد الكبير، والثانيه كانت في ثالثه اعدادي. هدى كانوا بيعملوا ايه والحريقه حصلت؟ لا كانوا قاعدين والله بيلعبوا كرشين. والراجل اللي ساكن اللي بتابوه، يعني كنت قاعده بتابوه متجوزه وقاعده بتابوه، بيقلي بطاطس على وابور بشرايط. فالوابور ابو شرايط شامم الريحه لاجل ما قدر مراته تموت معاه مع عيالي. مراته ماتت مع عيالي. بيقول يا بنت يا هدى يا واد يا سيد ايه الريحه دي؟ فتحوا الباب راحت الريحه راحت لقطه من النار تحت، راحت محوطه بقى الشقه. نعمل ايه؟ ده حاجه مكتوبه. يعني انت 4 اولادك وكم من الجيران ماتوا ساعتها؟ ثلاثه من الجيران. عفاف وكريم متجوزين ومخلفين. يا ساتر والله كانت حادثه. بعد عني. انت منين اصلا في بني سويف؟ هو من حته الميان، بس انا اساسا من مصر. من ميان اللي هو في الرحب. الرحب اشتغل الرحب. ايوه هنا في مدينه بني سويف. ايوه عندنا. بس طب انت يا حاج انت دلوقتي مش طب انت يعني انا مستغرب 33 سنه لحد دلوقتي سعيده باولادي وباهلي. فرحانه هنا بوجود الجميع باولادي معاهم وببقى قاعده في هدوء، ولا اقول يا بنت بس ولا واد بس. وبابا فرحانين بيا وانا بابا فرحانه بيهم، والارواح بتاعتهم بتبقى حواليا. الطير الاخضر الكبير ده ارواح بتبقى حواليا.